السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، كنتمنى يلقاكم كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هالطاجين ديال الكلاوي مع الفولات ديال الحولي، كيجيو رائعين. طاجي بحال اللي كتشوفوا معايا واقف، نعطيكم جميع النصائح خصوصا المبتدئات كيفاش تحصلوا على الطويجن بحال هذا واقف، المريقه ديالو وكذلك الطعم ديالو رائع. خليكم معايا نشوفوا الطريقه والمكونات، طبعا بسيط بزاف. عندي هنايا الكلاوي ديال الخروف، وعندي الفولات، وعندي هنا الكلاوي، عندي 9 ديال الحبات، هادو صغارين. شريتهم العلبه فيها 9 ديال الحبات، نقطعهم بحال هاد الشكل. طبعا انا غسلتهم كاملين بالماء والملاح والليمون، غسلتهم مزيان. وهاد الفولات ديال الحولي قشرتهم، زودت لهم هذيك الجلده اللي برا، كتخليو غير هاد اللحم الداخلانيه. كنقطعهم حتى هما بحال هاد الشكل مكعبات، ماشي صغارين بزاف وماشي كذلك كبارين بزاف، بحال هاد الشيء بحال هاد الشكل. صافي كنقطعهم كاملين مكعبات. انا عندي هنا 2 ديال الفولات و 9 ديال الكلوات صغارين، كتبقى الكميه اللي بغيتو. كذلك تقدروا تستعملوا الكلوه ديال البقر. غنجيب الطاجين هنايا سخون على النار، وغادي نعمل عليه تقريبا واحد نص كاس ديال زيت الزيتون. غادي يسخن وغادي نعمل عليه واحد البصيله متوسطه مشلضه صغيره، بصيله كتعطينا مريقه خاطره ولذيذه. هاد الطويجنات بحال هادو اللي معمره ما عملاتها تجربها. غنخلي ديك البصل حتى تطيح بحال هاد الشكل هذا، حتى تدبل تبدل اللون ديالها، صفيفر وتدبل. وغنضيف ملعقه كبيره ديال معجون الطماطم. اللي ما عندهاش معجون الطماطم بغات تعمل مطيشه، تعمل واحد الحبات مطيشه محكوكه اولا مقطعه مكعبات صغيره، ولكن تخليها مزيان حتى ترجع الصوص عاقده، عاد تضيف المكونات اللي باقا. معجون الطماطم غير كنحركوه شويه مع البصله بحال هاد الشكل، كيندمج كيذوب مع ديك البصله. صافي غادي نضيفوا المكونات اخرى. معجون الطماطم كيعطينا مريقه مزيونه وكيعطينا مريقه خطره، واللون كذلك. غادي نضيف هذوك القشيوشات وغادي نعملهم في ديك الطويجن. ما غادي نحركو، ما ولا النار عاليه هنايا ما غاديش نحركو، خليه واحد جوج دقائق، ما تبقاوش تحركو فيه حتى نعملو التوابل وهذا، عاد كنحركو. غنعمل هنايا واحد 4 دريسات ديال الثوم وشويه ديال القزبر والمعدنوس، غنخلي منه شويه للاخر. غادي نوزعو فوق منه، ما عملتهمش في الاول باش ما يتحرقوليش في قاعده الطاجين، عملتهم فوقي بهذيك السخانه. الطاجين غيبداو يطلقوا البنه ديالهم في هذوك القشيوشات اللي عندنا في الطاجين. هادو من بعض الحاجات اللي بنادم يرد لهم بال باش يجي الطاجين لذيذ. غنعمل هنا التوابل، عندي الفلفل الاسود نص ملعقه صغيره، وعندي البابريكا ملعقه صغيره عامره. التوابل راه حسب الكميه ديال الكلاوي اللي عندكم، وشويه ديال قزبر حبوب، وشويه ديال الخرقوم، وراس معلقه سكنجبير. ما دام عملنا البصيله نعملو سكنجبير، ما عملناش البصل ما حتىش نعملو سكنجبير. صافي ما عملتش الكمون، غادي نخليه هو للاخرين ماشي دابا. دابا عاد غادي نحرك ديك القشيوشات بحال اللي كتشوفوا، غادي نحركهم تخلطوا يتشربوا ديك التوابل. تخلطوهم مزيان بحال هكذا، تبعوا هاد الطريقه وهاد المراحل ومتاكده غادي ينجح لكم، غيجيكم الطاجين كيحمق. صافي هنايا غادي ندوز نعمل شويه ديال الملح، خليتهم حتى شبروا في راسهم ديك القشيوشات، عاد عملت الملح على حسب الرغبه طبعا. وغادي نغطي عليه وغادي نخليه يتقلى في ديك التوابل. دازت واحد 5 دقائق هكذاك، ها هو عريتو بحال اللي كتشوفوا كيطلق المريقه. عملت هنايا واحد 4 ديال الليمونه مصيره، قطعته بحال هذا الشكل، كيجي غزال الليمون مصير في الطويجنات. الا كاين شي زفره كامله كتحيد وكيجي غزال الطعم ديالو مع الطويجنات بحال هادو. عملت ديك الليمون وخليته يزيد يطيب واحد شويه. صافي ها هو هنايا، شوفوا كيفاش زدت واحد 4 كاس ديال الماء زدت عليها باش نعملو شويه المريقه. وهنا ضفت الكمون حتى الاخر، عاد كنضيف الكمون انا باش ما كيتحرقش في الاول، كيبدل المذاق هكذا كتبقى ديك المذاق ديالو مزيون. واحد نص ملعقه صغيره ديال الكمون. هنايا المبتدئات باش يشوفوا هاد الكلاوي طابو ولا لا، كتجيبهم غير هكذا، ويجيب شي موس وقطعهم وشوفهم هما دغيا كيطيبوا، ولكن كيختلف طبعا على حسب واش العجل واش الغنم واش صغارين واش كبارين، كيختلف. هما غير كتشوفهم بقاش اللون ديالهم حمار من داخل، صافي طابوا عاوت ما خليهمش بزاف باش ما يقصحوش. صافي هنايا حتى المريقه هي خاطره بديك البصل وديك الصرصه معجون الطماطم، حتى المريقه خاطره. كتعرفوا الطاجين سخون كيزيد ينشف. هنا في هذه المرحله صافي غادي نضيف ديك شويه القزبر والمعدنوس اللي خليتهم في الاخر، ضروري نخليهم كيعطيو لنا النسمه. واحد الربع اخر ديال الليمونه مصيره. هنا صافي غادي نطفي النار على هاد الطويجن، راه بالسخانه هاد الطاجين غيزيد هو يشرب وغادي يزيد يكمل الطياب وغادي ينقص في المرقه، فما تخليوهاش فوق النار بزاف باش ما يشرب لكم شي بزاف.
ها هو بحال اللي كتشوفوا هنايا، غادي نغطيه طافي عليه بوطه بحال اللي قلت لكم، غادي نغطيه نخليه يشرب. شوفوا معايا، دازت واحد 5 دقائق عريت عليه، شوفوا كيفاش كيوقف المريقه ديالو، كيوقف في الزيت كيجي كيحمق هذا الطويجن. الفيديو ديالنا اليوم هو هذا، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تخبخلوش عليا بارائكم وتعليقاتكم، وبارطاجيو الفيديو لتعم الفائده. شكرا لكم على المشاهده، والى اللقاء، انتظروني فيديوهات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.